مشينا نحكيو توا على لاعب كنا فقدناه منذ سنه، خلى حسره كبيره في لدى كل التوانسه وبالاخص جماهير النادي الافريقي والملعب التونسي. كل ما عرف لاسعد الورتاني عن قرب، الناس كل تحبه باخلاقه العاليه، باعطائه في الميدان سواء مع النادي الافريقي ولا في المنتخب. هذه لمس وفاء منا لاسعد الورتاني الله يرحمه في التقرير هذا. لاسعد الورتاني توجور طبقة في البيت. الله يرحمه ويسلم. طيب برشا وبيه مسلي عم بيالي، الله يرحمه ويسمح وربي يغفر له إن شاء الله. لسعد الورتاني ما تنسيش، جوار عطا برشا الستاد أسكو بدراب معانا، قلب الأسد في النادي الأفريقي والله يرحمه. توا عنا عام على وفاة المرحوم الأسعد، يظهر لي اللي قمنا به اليوم يظهر لي أقل من نجم نقوم به، يعني ذكرى للمرحوم اللي أعطاه برشا الكرة التونسية، يعني سواء أخلاق ولا مردود كان خول الناس الكل، ما تشوف الناس الكل تحبه الأسعد، سواء في استاد في كلوب أفريكان بارتو. راجل فقدنا واحد من أحسن الناس اللي عرفناهم، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، إن شاء الله ربي يصبر عائلته. وش نقولوا نحن، كان نجمنا نعملوا حاجه اكثر من هكايا لسعد رانا عملناها، خاطر لسعد الورتاني ما تنجمش معناها تلخص حياته وكاريره معناها باللقطه اللي عملناها اليوم. لسعد محبوب مع التونس كامله، من الولايات الكل، من الجمعيات الكل، معناتها هذاك الشيء كسب، معناتها كسب الأسعد، معناتها بعد ما ميت كسب محبة الناس ليه، معناتها طبيعته وكاركتير نتاعو هو اللي خلى العباد تحبه اليوم هكا، معناتها حتى بعد ما توفى. الأسعد كان كي يخسر ماتش ولا حاجة يحزن، يقول لي حزنت تونس كاملة. بالنسبة لي سبب حبه للفريق هو جمهورها، والحقيقة معناتها وحب متبادل، معناتها حتى جمهور النادي الافريقي لليوم، معناتها انا نقول يقولوا لي شكون وقف معاك بعد ما تلسعد، نقول لهم جمهور النادي الافريقي. الاسعد يحب الكلوب، يحبها اكثر من اي حاجه في الدنيا، بالحق يحبها. الاسعد كي خرج من الكلوب قريب يعمل ديبرسيون، الحمد لله عمل كارير به في الكلوب وربي يرحمه. اللي تحس منها هو كيفيه خروجه من النادي الافريقي، معناتها عبد عطى كل ما عنده من النادي الافريقي، فما مسؤول ولا اثنين كانوا سبب، ربي يسامح وربي يهدي، معناتها نجم نقول لهم الدنيا فيها موت. جليل رجل اختي يريني في الترجي جرجيس يعملوا هكا، معناتها راني ما نجمش ما واقف مسكين يغزر مش فاهم روح، خاطر تصور انت واحد كان يلعب في الكلوب يلقى روحه اول ماتش يلعب كونتر الكلوب، ما نجمش يعمل كيما قلت باس اثنين هكا باش ما يتغشوش منه زاد، معناتها الترجي الجرجيسي. وبعد قالوا بدلني، الأسعد أمنيته كان ولده يولي يلعب في النادي الأفريقي معناتها.